من الناس اللي اتخدم حقها صفا عبده. لا المجري ما شوف اه كونه مش واخد الوضع الذي يستحقه الان حتى في المجال الاعلامي او حاجه، لكن ده هيحصل، لازم يحصل. لكن هو كان نجم واخد حقه، طبعا المجري طبعا. مين ينسى اهم جناح ايمن في تاريخ الكره المصريه هو صحيح صحيح وفاروق السيد بتاع الاولمبي، صحيح. يعني من ايام فؤاد صدقي لم يذكر. ولكن انا بكلمك على واحد تاني فعلا النجم ده، كل ما تشوف ماتش من بتوع زمان تكتشف انه جاب فيه جول، خالد جدال، واحد من احسن الشويته في تاريخ مصر، ويشوط الكوره على عيبها وهي بتتحرك، الفناجيل الصغير. ما هو كانوا دي ضرته قوي كلمه الفناجيل الصغير دي، لانه هو ناشئ كانوا مسمينه الفناجيل الصغير. بعدها الكابتن جوهر الله يرحمه اطلقها على بدر رجب كمان يعني. لا خليك، كيف ادير خالد جلال الله من هذه التسميه. فكان مستر هيدو كوتي بيتابع الناشئين فعجبه، فواحد من المدربين المساعدين قال له يا عم ده فاكر نفسه الفناجيلي، قال له مين الفناجيلي؟ قال له ده اعظم لاعب لعب هنا وسط في تاريخ الكره المصريه والعربيه والافريقيه، واحد يصنف على مستوى العالم. فابتدت الجماهير عايزه احيانا تنادي بخالد جدالله، فقال له فناجيلي، افتكر ان هو ورا ان بيحرض جماهير تهتف باسمه عشان يلعب. قال له فناجيلي، خليك انت فناجيلي انت فكان واخد منه موقف لحد راح في داهيه. والله كان واخد موقف من اتنين لعيبه حاجه غريبه جدا. التاني واحد انا كنت شايفه من اعظم الهدافين، جمال جوده. وبعدين رحنا المجر نلعب، معلش الحواديت كده، رحنا نلعب في المجر في استعدادا للموسم، عملها لنا طارق الضبع جوله مع مستر هيدوكوتي، فكان جمال جوده ناشئ لسه. ثلاث ماتشات لعبناهم، يلعب اخر تلت ساعه يجيب جول، في الثلاث ماتشات نبقى متعادلين يكسبنا، نبقى مغلوبين نتعادل. في الثلاث ماتشات جاب ثلاث اجوال. رجعنا استغنى عنه، راح المصري. راح المصري عشان يصنع التاريخ المصري، يصنع التاريخ لنفسه وللمصري. تخيل ده لو في النادي الاهلي. صحيح. ومشي وهو قبل ما يمشي، راح هو وجمال الجندي الله يرحمه. الموسم اللي قبل ما يمشي كان لعب ثلاث اربع ماتشات في الاخر جاب فيها جميع اجوان. كان هداف ولاعب رائع. طب انت ما دام بقى افتكرت قبل الهوا على طول، احنا قابلنا الكابتن شريف عبد المنعم ترافولتا. ترافولتا يا سلام، جميل. وفكرك انت، وده برضو للانصاف، انك كنت صاحب تسمية شريف عبد المنعم بترافولتا، وليها قصة أرجو الناس تعرفها. يعني خلي بالك أصلا مش فخر قوي يعني. أنا كنت رئيس بعثة النادي الأهلي في نهاية 98 78 78 اللي هي راحت تونس، كانت غلبانة 4-1 وغلبنا في القاهرة 3-2 وغلبونا في العودة 4-1. كنت عضو مجلس إدارة. فالعالم كله بيتكلم على تونس. فالاهلي بقى اول رحله لاي منتخب مصري لتونس. تخيل العب، انا كنت عضو مجلس اداره واختاروني رئيس البعثه اروح الماتش ده بعد فوزهم على مصر واخراجنا من تصفيات كاس العالم، ولعبوا في كاس العالم اوريدي. ايوه. وتالقوا. ايوه يعني انت بتتكلم على نهايه عام 98. ايوه. فمن ساعه ما وصلنا كل صحفي يحط لك الميكروفون في بقك، ايه رايك في اداء المنتخب التونسي في كاس العالم؟ والله شرفتونا وشرفتوا العرب وشرفتوا مش عارف. رحت جامع الفرقه قلت لهم بقول لكم ايه يا جماعه، ده احنا هنتهري. وكنا رايحين من غير اللعيبه الدوليين وقتها. وكان الكابتن مصطفى عبده مش في الـ في الـ كان موجود معانا هو مجدي عبد الغني اظن، وكان شريف عبد المنعم لسه صاعد، لسه طالع هو ومجدي، لسه مدخلهم ايدي كوتي كان. المهم رحنا وكان معانا طاهر الشيخ وصفت عبد الحليم. كانت فرقه كويسه قوي. ولعبنا الصفاقسي يا استاذ. وراح في سوسه. لا مش في سوسه، في صفاقس. في صفاقس بس احنا اللي كان الاستضافه من سوسه، قريه سياحيه رئيسها اسمه هشام ادريس، وانا فاكر الاسم لسبب انا كنت بكتب بقى في مجله الاهلي. فكتبت ان احنا نزلنا في اول مره ننزل في قريه سياحيه على البحر في تونس. فقلت ان كان اصبح شغل شاغل كيف نحمي انفسنا من كل هذا الجمال المحيط بنا. ما هو بحر نعديها. ماشي. وتعديها نعديها واجاني وبوبكيني وازاي تحلق على اللعيبه.
وانت رئيس بعثة. وانا رئيس بعثة، فخدت دور الفوقاني عشان ابقى قاعد كده شايف البسين وشايف البحر وشايف. المهم يعني رحنا صفاقس، ويتألق الكابتن صفوت عبد الحليم لدرجة انه بقى يرقص اللعيبة على اهات جماهير تونس. هياخد اللعيب كده تسمع بعدين يروح واخده تاني كده وبعدين يلعب السروب باس يا الفارد طاهر الشيخ مبدع من نص الملعب يجيب جول بص حاله عملوا الاثنين. طاهر الشيخ جاب ثلاث اجوان، غلبناهم 3-0 بثلاث سروهات من صفوت لطاهر عبد الحليم لطاهر الشيخ في الجول. ربنا يشفي الاثنين يا رب. رجعنا على سوسه. لقيت هشام ادريس ده بيقول لي ايه؟ ايه الفريق ده؟ انتوا لحد ما كناش كسبنا بطوله افريقيا لسه، كيف لم يفز هذا احسن فريق في افريقيا؟ ازاي انتوا ما كسبتوش افريقيا؟ قلت له هذا نصف فريق. الباقي خطيب ومش عارف مين في قال ازاي انتوا؟ ولذلك انا فاكر اسمه كتبت هذا هشام ادريس. احنا بدات الصحافه تتعامل معانا باحترام تاني بقى خالص. ان احنا بقى اللي كسبنا بطل تونس، صفاقسي كان بطل تونس. المفارقه الغريبه اخر حاجه ليها علاقه بالمواضيع، لا احنا لسه ما جيناش سنتها سر تسميه ما هقول لك. السنه دي لعبنا القيروان ولعبنا الترجي ولعبنا الصفاقسي. كسبنا الترجي 1-0 جابوا طاهر الشيخ. كسبنا الترجي 2-0 جابهم طاهر الشيخ. كسبنا الصفاقسي 3-0 جابهم طاهر الشيخ. الله، ما كانش حد مسافر الا طاهر الشيخ. تشعر ان دي رحلته يعني، واعتقد انك لو سالت عن طاهر الشيخ هتجده اشهر لاعب في تونس. وده كان سنه التوهج بتاعته. ما هي دي السنه بتاعت ماتش 4-2 بتاعت 4-78 بتاعت 4-2. انت بتقول ترافولتا كان معانا، شريف عبد المنعم كان لسه ناشئ صاعد. فعملت لهم جوله كده حره في بعد الماتش ينزلوا ونشتري بقى في الاسواق فرحت انا قال لي حاجه معاك يا كابتن عادل، قلت له تعالى معايا. فاحنا بنتفرج كده لقيت بدله بيضه. كان في فيلم اسمه ساتردي نايت فيفر، كان لسه طالع جون ترافولتا جديد بيلبس جاكيته كده بيضه ويرقص ويعمل وقميص والولد ده كان جسمه زيه بالظبط وجان شريف يعني. كان جسمه عامل زي رحت مطلع البدله قلت له ايه الزياده يا شريف؟ قال لي البس بدله بيضه. قلت له هتعمل ترافولتا فيها البسها هيقول لك جون ترافولتا. وفعلا لبسها يعني بقت عامل راو. قلت له يعني انت كده جون ترافولتا عرفت هتشتغل ايه بعد الكوره. فالحقيقه يعني شريف ده كان واحد من اقوى وامهر جيله لولا الحادثه البشعه اللي حصلت له. هو كابتن حسام البدري هو وحسام البدري سوا كانت حاجه بشعه جدا على طريق السويس. انا رحت له البيت كان 46 كيلو وزنه. قلت له يا ابني انت كلك تتلم كده تنام في قفه. الوحش ده سبحان من يعني خلاه دلوقتي ما شاء الله في حاله يعني كويسه بدنيه وطبيعيه. واحد من اهم اللعيبه يا جماعه. اللعيب ده سبق عصره قوي. اقول لك حاجه يعني اللعيب ده الوحيد اللي انا كتبت عنه مقاله واحده في اخر ساعه. كان الله يرحمه احمد علام ابن جهينه قاعد معايا في النادي الاهلي. فبنتكلم قلت له على فكره في ولد في النادي الاهلي عنده 16 سنه هيبقى حكايه السنه الجايه ده هيبقى احسن لعيب في مصر. قال لي اسمه. قلت له كذا 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 افتكر الاسم ده بس. قال لي بقول لك ايه انت متاكد باللي بتقوله؟ قال لي اكتب لي عمود عنه. رحت كاتب عمود عنه. بعد شهرين كان تم 17 سنه ضمه دكوتي ولعب ماتش في افريقيا. الولد من شخصيته اعتقد كان هورسيد الصومالي اظن مش فاكر. نازل بيشاور للعيبه ويجري ويقول لهم بصولي عنده سمات وثقه وسمات قياديه. فكان رائع 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 جدا. ربنا يديله الصحه ويديله حقه برضه. هو من النجوم برضه واصبح اب الفتره اللي فاتت. والله ربنا يبارك له. جاب ولد ولا بنت؟ رزق بمولوده. مولوده عقبال ما اجيب المولود بقى اللي يبقى خليفته في الملاعب. شريف عبد المنعم واحد من اللعيبه اللي سبقت عصرها. معلش شويه حواديت كده يا جماعه بتاعته. نذكركم بحاجات ونجوم في النادي الاهلي واحداث رائعه جدا. اخيرا زي النهارده لكن سنه 2005 11 سبتمبر 2005 الاهلي بيفوز على انيمبا النيجيري العتيد 2-1. كان في الدور الثمانيه لدوري الابطال. نفكر حضراتكم باهداف اسامه حسني. We'll be right back.
مرة تانية الرامي عادل، لسه النتيجة حتى الآن تقدم انيمبا الضيف هذا اللقاء بهدف واحد مقابل لا شيء. سجل الهدف اللاعب ساكي بو في الدقيقة 26. شايف كده عمرو سماكة، عمرو سماكة في أول مشاركة ليه مع النادي الأهلي في أول ظهور أفريقي، كرة طلعت منطقة خطر، هوبا وأسامة حسني مسجل هدف التعادل. شوف بلافيو لعب الكرة الطويلة ازاي، شوف الراجل ده استاكوزا، هو مشهور باسم استاكوزا أحمد حسن، ولعب العرضية حلوة جدا لأسامة حسني وضبط القدم. أسامة حسني الشرقاوي ابن قرية، ابن قرية الغار، بيحطها ايه على الأرض. الإسلام الشاطر، إسلام لسه مع إسلام، إسلام الشاطر والعرضية من إسلام، ولكن يطلع أوجي رقم 27 توصل الكرة ناحية الشمال. أول لمسة لمحمد عبد الوهاب، عبد الوهاب يا ولد يا لعيب، العرضية الجميلة في هذا اللقاء وهدف صعود نادي الرجاء البيضاوي المغربي بإذن الله إلى الدور قبل النهائي. هذا هو محمد عبد الوهاب، ضربة العرضية والرأسية جميلة جميلة جدا. أسامة حسني بقول لحضراتكم لاعب موهوب، لاعب متميز. بصوا بقى، مش هنسمع كلام مخرج ولا هنطلع لفاصل ولا لا بصراحه في حاجات ما تتعداش. اللي بيعمل الاوفر من الشمال محمد عبد الوهاب الله يرحمه، اللي من ايام كانت ذكرى وفاته. محمد عبد الوهاب اللي توفى شوفوا من كام سنه، ولسه كل جماهير الاهلي مع كل ذكرى لوفاته تذكره دايما وابدا بالوفاء، رمز الوفاء بجد، في ظل جشع الاحتراف وفي ظل نهم الثروه وفي ظل عناد اللعيبة ومشاكلهم. الله يرحمه محمد عبد الوهاب كان نجم الوفاء بجد يا باشمهندس، ليك وقائع كتيرة معاه. لا أنا يعني من المناسبة إن احنا نقف عندها رغم أنف شوارب بقى شوية. محمد عبد الوهاب ليلة وفاته أنا عيطت بحرقة، وأنا دموعي أمام الموت عزيزة يعني. فجالي كابتن بركات قال لي في إيه يا كابتن عدلي؟ فسكت كده، قلت له بص يا كابتن محمد، أنا الأسبوع اللي فات بشكل يكاد يكون يومي مع محمد عبد الوهاب. قلت له يا كابتن بركات، أنا شفت من الولد ده حاجات، ده إنسان نقي طاهر، شفت منه حاجات وإحنا بنجدد له تخليه قريب. على فكرة مستر هيدوكوتي مرة استضافته في قناة الأهلي عنيدا معي، مانويل جوزيتوس، مستر مانويل عنيدا معي. أيوه هو يعني ليه؟ لان اللعيب تشعر انه ابنك، وانت بتتعامل معاه تشعر انه ابنك، رامي حموله عليك، واثق فيك، بيحب النادي، وكله مفعم بالحياه والامل. وفجاه اروح النادي وانا داخل عايز اكمل بمد، عايز اتفرج على التمرين، يقابلني الاستاذ ضياء احد اعضاء النادي الاهلي، كان يروح بدري يتفرج على التمرين، بيعيط. قال لي محمد عبد الوهاب، قال لي في المستشفى. قلت له طب ايه يا استاذ ضياء بس بتعيط ليه؟ قال لي لا ده وقع كده. قلت له باذن الله سليمه. جريت على المستشفى، على ما وصلت قالوا لي ده توفى، وكانت مسؤوليتي ان ابلغ والدته. يا لقسوتها. فانا مش عارف اعمل ايه، ولذلك جالي نوع من الانهيار. طب اتكلم ازاي واقول لها ايه؟ يعني كان موقف صعب جدا جدا جدا. كان معاه الشيك بتاع الاهلي ما صرفوش. بقول لك دي الاستاذ محمود بقى اللي هو كان بيقول انه خال ولي امره، اللي كنت بيحضر التفاوض كله. الراجل جه هم جايين فاكرين انه حي. فانا قلت مش عايزهم، عايز امهد لهم وهم داخلين يشعروا انه محتمل يكونوا مش هيلحقوا يشوفوه. فالراجل نزل من العربيه لقيته اتخشب كده، اتشنج، جاله صرع من هول المفاجأة وهول الصدمة. فالمهم هو لما المستشفى بدون متعلقاته دون محفظته بنفتحها، لقينا الشيك اللي واخده بقاله 3 أيام ما صرفوش، ما جريش على البنك يحطه. فيشعرك ان ده انسان كان اخر حاجة قال لك يعني الاهلي عمره ما خلف معايا ميعاد، مش هخلف ميعاد مع الاهلي بس يعني.
فده كان الماتش ده فيه ثلاثة من الأسماء كل واحد يعني استاكوزا استاكوزا وعمرو سماكة. عمرو سماكة ده كان حدوته مصر كلها متابعاها، وبعد ما طلع الاستغناء فعلا الأستاذ حسن فريد اداه لنادي الزمالك، إصرار الوالد خلاهم يلغوا الصفقة ويعود إلى الأهلي. إذن هو عايز كان لاعب ممكن يبقى أحسن من كده بكتير، يعني لما نقف عند عمرو سماكة يبقى في درس في الشخصية بقى، ازاي ممكن شخصية لاعب زي ما خلت واحد زي محمد أبو تريكة واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، خلت سماكة وهو عنده نفس القدرات تقريبا إن لم يكن عنده مهارات كانت متميزة جدا. عايز تعرف دوكوتي قال عليه إيه؟ مانويل جوزيه. تاني. مستر مانويل جوزيه قال عليه إيه؟ وعلى فكرة لعبه على طول، ما أنت شفته ماتش قدام أنيمبا. أيوه. أنيمبا كان بطل أفريقي. في السنة اللي قبليه. وما خسرش ماتش. أول مباراة يخسرها وخصوصا على أرضه كانت من النادي الأهلي. في الماتش. عماد متعب. لا وسام حسني، ما دي ده الماتش. ده الماتش اللي هنا الماتش اللي هناك. هناك عماد. هناك عماد كسبناه رايح جاي. مستر جوزيه لما وريته له ونزل التمرين مره واثنين وثلاثه، فبساله يعني ايه انطباعك عنه، انا شايف انه لعيب موهوب جدا. قال لي هقول لك حاجه، اذا حب يكون اهم لاعب في مصر هيكون عنده ميزات رؤيه الملعب والتحكم في ايقاع المباراه زي ابو تريكه، بس يمتاز كمان انه يستطيع الاختراق الطولي. لما تشوف الجون اللي جه ده هتفهم معنى الكلام اللي قاله مستر مانو جوسي. اول جون جابه وسامح حسني استلمها ازاي واخترق وبصاها ازاي، لكن الشخصيه والطموح ما ساعدهوش، اضعف من امكانياته. امكانياته اعلى بكتير قوي من شخصيته، من انه يتخيل نفسه اهم لعيب. واحمد حسن استاكوزا نفس لا احمد استاكوزا الحقيقه طموحه كان كويس وشخصيه كويسه واخلص، لكن احمد كان وزنه قابل لزياده. ده بقى يعني عايز تعرف قصه كده عن صاحبك حسين حلمي اللي بيموت في النادي الاهلي وعايز يعرف كل صغيره وكبيره، كنت على طول كل مره فسحه في حته، هو دخل لقى عندي استاكوزا ده عدو في النادي الاهلي ويحب يعرف كل حاجه، وانا ما كنتش احب اقول حاجه لحد. فدخل لقى الكابتن احمد حسن وانا بمضيه استاكوزا استاكوزا فدخل بيقول له بيعمل لي زي كانه بيجيب لي خبر في حته لعيب في الشرقيه للدخان. عملت له كده، قال لي في ايه؟ شاورت له على اللعيب. قال لي مين ده؟ قلت له ده لعيب هاندبول بس اخلصه ما تحكيش قدامه. قال لي لا ده في لعيب اسمه احمد حسن. بعد ما مشي نزل لقى تاني يوم في التمرين، قال لي انت بتشتغلني؟ وديته هاندبول؟ معلش طولنا على حضراتكم في الاطلاله الاخباريه اللي تخللها الكثير من التفاصيل اللي كانت مهمه الحقيقه في المشهد الاهلاوي الحالي. ضربة البداية نفوتها المرة دي بعد الفاصل.